متابعي قناة وجريدة تحوس بريس الإلكترونية، أهلا بكم في عدد اليوم من برنامجكم قطرة في السياحة. عدد اليوم سنخصصه للحديث عن اليوم العالمي للسياحة وبالتحديد عن السياحة الريفية، وتعتبر الجمعية الفاعل الرئيسي في تنشيط هذا النوع من السياحة في الجزائر. وأردنا أن نتناول اليوم وأردنا أن نتناول اليوم بولاية السيف، هذه الولاية التي تسخر بمؤهلات معتبرة كالثروة الغابية والمساحات الخضراء والوديان والينابيع، لكنها غير مهيئة وغير مستغلة بطريقة يمكن الاستفادة منها في جذب السياح. ولإثراء هذا الموضوع يسعدنا أن أستضيف عبر خدمة الهاتف السيد ميمون حربي، رئيس جمعية مقرس للسياحة والتسلية والترفيه بولاية السيف. مرحبا بك سيدي، شرفتنا بحضورك. السلام عليكم، مساء الخير جميع مستمعي ومتابعي جريدة مجلة تحوس. أهلا بك سيدي. وبك أهلا وسهلا، مرحبا. شكرا. كذلك السيد شينور العيدي، رئيس جمعية التراث الأصيل بأم الطوب ولاية كيكدة، مرحبا بك سيدي. أهلا بكم، لنا كل الشرف أن نكون معكم في هذه الحصة. شكرا. بداية معك السيد ميمون حربي، رغم تنوع النشاط السياحي بولاية الصيف وبالأخص غناها بالثروة الغابية والمساحات الخضراء، إلا أنها تعرف ركود رهيب في التنمية الريفية. حسب رأيك سيدي، إلى ما يرجع ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. بدأ لي بدء أشكرك وأشكر الزميل من أم الطوب، والله الأخت الكريمة وشاهدت، يعني الموضوع جدا متشعب وجدا حساس، ولكن ما أستطيع قوله فقط أنه حقيقة أنه كل الجزائر وكل مناطق الجزائر تزخر يعني بطاقات وبثروات طبيعية يعني خلاقة للمناصب وخلاقة للثروة. نعم، ولاية الصيف كما هو معروف ولاية اقتصادية تجارية ثقافية سياحية، يعني بامتياز، يعني متنوعة المجالات نعم. أما بخصوص التنمية الريفية، المفروض أنه يخصص يعني برنامج ما نقدرش نحكي عليه ممكن في 10 دقائق ولا 4 ساعة ولا حتى في ساعة، لأنه هو الأساس في التنمية والله خلق التنمية المستدامة. نعم، يعني حسب رأيك سيدي، إلى ما يرجع ذلك الركود الرهيب في التنمية الريفية الذي تشهده ولاية الصيف؟ أولا هو انعدام البنى التحتية في المناطق الريفية، مثلا الطرقات اللي رانا مرينا على فترة يعني صعيبة عشتها الجزائر، يعني نعم هي كانت عندها سبب ممكن مباشر للتدهور ولا الركود، ولكن على العموم حاليا يعني رانا نشوف ان شاء الله رانا نشوف جزائر جديده والمجتمع المدني، وانا على حسب رايي انا راني نشوف ان شاء الله من القدام راهي تكون امور ان شاء الله جدو يعني جدو ايجابيه وجدو خلاقه، لانه الدوله يعني بصفه عامه كما رانا يعني نشوف ولا نلاحظوا ولا يعني نتبعوا في الاحداث انها تركز على البنى التحتيه، تركز على المؤسسات الناشئه، تركز على السياحه. العائق الاول اللي راني نشوفه انا يعني الخبره البسيطه في هذا المجال، هو منظومه سياحيه مدروسه من كل الجوانب، هذه يعني لانه السياحه بصفه عامه مش غير يعني التنمية في مجال السياحة في المناطق الريفية ولا تنمية السياحة بالمناطق الريفية، ولكن بكل المناطق. نعم، هذا واش راني نشوف فيه انا، ونزيد نشوف ثاني نقص ولا نقول انعدام الثقافة السياحية بالمناطق الريفية. نشوفوا يعني احنا رانا صغار تربينا كبرنا في تشور ومشاتي، كنا صغار كانت هناك يعني نشاطات تقليدية والله ألعاب تقليدية، كان تراث غذائي تقليدي، كان تراث زراعي تقليدي، الآن نشوف فيه مع التكنولوجيا الحديثة هذه يعني شغل قلت هذه الأمور، والله نقدر نقول في بعض المناطق أنها انعدمت. شكرا لك سيدي. من جهة أخرى نبقى معك، ما هي العراقيل التي تكبل قطاع السياحة للنهوض بالتنمية الريفية بالولاية، علما أن هذه الأخيرة تملك ما يكفي من المناطق لتكون قبلة للسياحة الداخلية؟ تفضل سيدي. معي أنا؟ نعم معك سيدي.
ميمون حرب. شكرا 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 بارك الله فيك. يعني حقيقة يعني من أسباب الركود أني قلت لك أولا انعدام البنى التحتية. أنا يعني نعطيك أنا مثال سطيف، هناك عدة مناطق يعني تظهر بها مثلا من جانب الغابات من جانب الوديان، ولكن مؤخرا نقدر نقول يعني توجه مثلا نعطيك منطقة من المناطق اللي هي منطقة ولبان بعين سبت. رجت أصبحت شريان يعني بحكم المنطقة غابية، يعني أصبحت هناك فيها نشاط اقتصادي مثلا غذائي على كل حال. مثلا شوى ولات معروفة العائلة أنها تروح مثلا في نهاية الأسبوع أنها كما يقولوا دي كونتراكت، تبدل جو ترتاح لأنه جو جد ملائم يعني للراحة النفسية والتخلص من ضغط المدينة. كاين هناك عدة مناطق يعني مثلا هضره على وادي البارح يعني في شلالات معروف. هي يعني بصراحة أنا مش حبيت نقول يعني هي كاين، ولكن من بين الأسباب يعني نشوف فيها من بين الأسباب لما يعني أسسنا قمنا بتأسيس هذه الجمعية السياحية، كان الهدف الأول هو التعريف بالموروث الثقافي الصيفي. يعني من مناطق سياحية، من مسارات سياحية، من تراث تقليدي، لباس تقليدي، غذاء تقليدي، يعني تراث نقولوا الغذائي. نعطيك أنا مثال يعني بحكم تجربة لو سمحتي الأخت، تجربة شاركتها مع إخوة توانسة مع سيدة من تونس في سباكس، والله جات يعني لا تنحل يعني بهذه التجربة يعني وعجبتني بزاف. أنا يعني طرحت لي الفكرة وتناقشنا فيها وزودت أنا يعني بعض الأفكار وطبقتهم، والحمد لله نجحت. يعني من 2014 ل 2020 أصبح جنان صفاقس مزار، حتى من يعني من أفواج خارجية الاحتفال مثلا بالمواسم الزراعية، مثلا جني الزيتون، جني التين، الحصاد، الزرع كذا، يقوموا بجلب الأطفال. يعني هم يقولوا نقل التراث، التعريف بالتراث التقليدي، التراث التقليدي من الجيل القديم يعني وصلوا للجيل الجديد بطريقة حضارية، يعني بطريقة جد ورائعة. لما مثلا التلاميذ ولا أطفال الروضات يحضروا ويشوفوا طريقة الجني، طريقة الطبخ، طريقة الطهي، وتكون هناك مسابقات وتكون هناك نشاطات ثقافية يعني مثلا بالبهلوان مثلا من الحضرة الصفاقسية، يعني مزيج ثقافي تاريخي يعني يوصلوه من جيل لجيل. نعم، لكن هنا سيدي نتحدث عن قطاع السياحة بالجزائر عامة وبوجه الخصوص بولاية سطيف، يعني ما هي العراقيل التي تكبل هذا القطاع وبخصوص التنمية الريفية بالولاية؟ والله الأخت التنمية الريفية يعني نهضر من جانب السياحة. نعم. الريفية ما نقدرش نقول التنمية الريفية لأنه غادي يدخل فيها قطاعات كثيرة، قطاع السكن، قطاع الصناعة، قطاع عدة قطاعات. نعم. نهضر من جانب السياحة ريفية. ودورها في التنمية الريفية. نعم. باش تكون الصورة واضحة. نعم. قلت لك بحكم أنه لازم هناك تقوم يعني نقول مديرية السياحة يعني نشوف فيهم، ما نقولوش غايبين ولكن يعتمد إلا ما على وش يلقاو يعني ما هو مسجل فقط. نعم. ماشي يعني مثلا تكون هناك هيئات ولا تكون هناك لجنات استكشافية ولا خرجات استكشافية لمناطق جديدة يعني صنفوها ك ك ك كمزارات ولا كمسارات سياحية، يقدروا مثلا نقول تنمية ريفية، يقدروا مثلا إنهم في منطقة من المناطق على سبيل المثال الحصر، نقول مثلا منطقة زراية منطقة تاريخية ترجع لحوالي فيها يعني نقوشات صخرية ترجع لحوالي 7000 سنة ما قبل التاريخ. لكن الشرف أن يعني درنا جمعية وحاربنا عليها والحمد لله طلبت. لكن تبقى البنى التحتية يعني ضعيفة، مثلا إيواء استقبال، إيواء الإطعام. احنا اقترحنا انهم يكونوا لي ميزون دو، يعني مثلا انسان عنده دار بكري كيرما قديمه تاع بكري يقدر يعطينا جناح مثلا تهيئ يعني هذا فيه. طبعا بتتكلم السلطات المحليه يعني باش انسان تروح له تقول اعطيني دار كنديرها وتالا ما يقبلش. يعني نعرف انا شاب محافظ ومناطق يعني في المناطق الريفيه يعني جد محافظه مش كيما المدينه. نعم شكرا لك سيدي.
العفو. الآن ننتقل، هذا السؤال موجه لك إلى الطرفين. كونكم رؤساء جمعيات تنشط في السياحة، هل قمتم بطرح مشروع عمل أو اقتراحات للسلطات المعنية من أجل تطوير السياحة الريفية بالجزائر عامة وبولاية الصيف خاصة؟ يعني ما هو دوركم في هذا المجال؟ تفضل سيدي سيتور الحربي. سيتور عفوا تفضل. العفو الأخت، العفو. هذا هو المباشر. بالطبع شوف الأخت، احنا اولا جمعية يعني تأسست 2019، وبالضبط تاريخ الاعتماد كان 25 جويلية 2019. يعني جمعية جد وفاتية، وبحكم ان احنا كان عندنا برنامج، يعني سطرنا برنامج يعني 2020، يعني من 1 جانفي حتى 31 ديسمبر 2020. ولكن بحكم يعني جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم كامل، يعني هي اللي خلتنا ما نقولش توقفنا، ولكن يعني المشروع راها اون انستانس. عندنا عدة مشاريع، اللي هي اولا محاولة احياء التراث التقليدي. ما ننساوش احنا كنهضروا على السياحة، ما ننساوش نهضروا على الصناعة التقليدية، لانه الصناعة التقليدية والسياحة يمشيوا يعني متوازيين، يعني باش مثلا دير فرجة سياحية ولا دير برنامج سياحي لمنطقة ما. هنا الأولى رانا إن شاء الله معولين ندير يعني لجنة من كما نقولوا من الناس المختصين، ونحاول ندير زيارات ميدانية يعني تفقدية يعني المناطق، مثلا الغابات اللي مثلا تساعد باش تكون فيها خرجات، تكون فيها أيام هواء طلق. مثلا برامج حبينا نكسر الروتين تاع انك دير مهرجان داخل قاعه في المدينه، حبينا نخرج هذاك الى فضاءات مفتوحه، مثلا غابه من الغابات ديال مثلا المهرجان المحلي، ولا احنا بدنا نبداو محليا طبعا ما نقدروش نروحوا الوطني بلا ما نشوفوا المحلي. يعني قال مثلا المهرجان المحلي للتراث لللباس التقليدي والغذاء والصناعه الغذائيه التقليديه، وفي نفس الوقت في المهرجان تكون فيها ندوات، تكون فيها دورات تكوينيه. يعني مثلا قال خصوا فئه مثلا خاصه المراه الماكده في البيت. نعم. نحاولوا ان نشوفوا الاهتمامات تاعها من جانب الصناعه التقليديه، قال مثلا يخصوها مثلا نقاط تكوين، يكون عندها تكوين طبعا بالتنسيق مع دار الصناعه التقليديه، باش يقدروا يعطوها شهاده ممكن تستفاد يعني من الدعم، او تستفاد من لونسيس واللونجان يعني من قرض مصغر، باش تقدر تكون اسره منتجه داخل منطقه ريفيه. وهنا نقول هنا تساهم في التنميه الريفيه طبعا، لما المراه الماكثه في البيت في منطقه ريفيه تكون في بيتها وتعاود تحيي الموروث الثقافي، يعني مثلا من الزربيه، مثلا من السجاد، مثلا من البرنوس، مثلا من الخشبيه وما الى ذلك، وتلقى يعني طريقه كيفاش تعرضوا تعاود تحييه. واحنا كجمعيه عندنا هدف ثاني اخر، يعني كدراسه ثانيه نحاولوا ان نضبطوهم او نضبطوا نقول احنا عقارب الساعه مع ساعه المؤسسات الناشئه، يعني مشروع سياحي تنموي نقول ريفي ونقول اقتصادي، لانه الحاجه لما كانتش رونطابل غادي تحبس. وحنا ضد فكرة انك تدير مهرجان من اجل انك عملت مهرجان تجي الناس تحضرت نقولوا يعني تفرح وتروح، لازم يكون موراه يعني الاقل ذات للانتاج. شكرا لك سيدي. ننتقل الى السيد ميمون حربي. هل قمتم سيدي بطرح مشروع عمل للسلطات المعنية من اجل تطوير السياحة الريفية في هذا المجال؟ وان لم تكن هناك اقتراحات الان، هل هناك اقتراحات وحلول مستقبلية في هذا المجال؟ تفضل سيدي. الاخت انا اللي كنا نتكلم ميمون حربي، يعني نورمالمون السؤال يجاوب عليه الاخ الزميل اللي راه معك. نعم، السؤال اللي طرحتي لي واني جاوبت عليه الاخت، يعني من المفروض الزميل تاع ام الطوب هو اللي يجاوب. هذا السؤال مخصص لك الى الطرفين، يعني كونكم رؤساء جمعيات تنشطون في قطاع السياحه، ما هي كونكم رؤساء جمعيات تنشطون في قطاع السياحه؟ نعم. ما هي او هل قمتم بطرح مشروع عمل او اقتراحات للسلطات المعنيه من اجل تطوير هذا القطاع؟ وان لم تكن ما هي اقتراحاتكم المستقبليه في هذا المجال؟
شكرا. نحن لم نقدم أي مشروع بالطبع، لم نكن زلنا قدمنا حتى مشروع صح. تلاقينا مع مدير السياحة على مستوى ولاية سبيف، رحت على الجمال بطاقة فنية يعني شفهية، يعني لدينا من عنده قابلية للعمل، يعني طرحنا عليه فكرة باش نقوم ببرنامج عمل موحد. يعني الحق لقينا الباب تاعو مفتوح، يعني قلنا نستقبلكم، مرحبا بكم، نعاونكم بالإمكانيات الموجودة. الاقتراحات يعني من قد ما قدمها السلطات انهم يعاودوا اعاده بناء خارطه جديده للتعريف ولا لتطوير السياحه، يعني نقولوا محليين ووطنيين. نعم. ويعني وجعلها، لانه جعلها كيفاش نقولوا، جعلها عامل فعال لتنميه مستدامه، يعني وخلق ثروه وخلق مراكز شغل جديده. نعم. شكرا لكم سيدتي نور العيدي وميم الحربي. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اليوم، نلقاكم في عدد آخر إن شاء الله، في أمان الله.